السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير والعلم الزين. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا كم كربة تمسي ولا هي بحول فراج، ربك يريد تصبح الصبح من فرج. الله لك الحمد، تقبل الله منا منكم ان شاء الله صالح الاعمال. ان كان تبع امورك تيسر وعلومك كلها تمشي وتوفيق من الله وصلاح مال وصلاح عيال وبركة مال وحال وعافية، فأنت حافظ على الصلاة في وقتها والأمور الباقية كلها تزيد. وإن كانك والله جاء من سدحت، هذا عهدك بها ومنبه ما توقته والصلاة ما توعاله ولا تصلي، لا والله أبشر بالفلس. ما الصلاة يا مال الشحم، أول لا تحاسب عليها، إن صلحت زانت الأمور كلها، وإن دهم لو في خرقة ثمك بشوك بوجهك ما فلحت ولا عينت خير. صلى الصلاة وخلها ساس أمك، لا تخطي الدنيا وتخطي الآخرة، الله لا يسلط عليك. أوصيكم وأوصي نفسي. تصدقون عاد إني ما دريت إن سنقل إن غرفة صغيرة غير البارح يوم جيت من الطائفة بالرياض وتعبان أمس مواصل كله، وجيبنا أمر 3 فنادق ما لقيت حجز، كلها فوق. وأروح للفندق قلت أبغى غرفة، قالت أبغى غرفة سنجل. أنا أحسب إن غرفة سنجل اللي ما عاد ورا راسها راس. قلت إيه أبغى سنجل، وأنا مع السهر ومع الصلف قلت إيه أبغى سنجل. قال أبشر، حاسبت وخدت الكرت. يوم طلعت الغرفة السنجل هذه اللي هي كبر سطل الصلصة والسرير مثل الصامولي، تدربيت من فوق مرتين وطحت. يوم يعبط راسي في الكمدين اللي جنبي اذنوبي كلها تطلع قدام. قلت يوم قمت من النوم وصحيت قلت شرح علي، شرح علي ان عطب بيت سنجل هذا ولا جيت، ما عاد اجي ثم ما عاد بغير هذا السرير المنزوج اللي تبطح فيه وتدربه وتخيخه، خير ما يسمونها سنجل. السرير كذا كذا محردب تقول صامولي، ما يمديك تنقلب غير انت في الارض. يوهو، لا لا يا رجال،